أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير. فاصبر ما صبرك إلا بالله، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق الذين هم محسنون. صدق الله العظيم.